مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وزي ما بيتقال كده ان كل نجاح لازم يكون فيه او وراء اشخاص ممكن يكونوا مش في الصورة، لكن هم بيكونوا اساس في هذا النجاح. فكرة هنا كمان الدور والدقة في نقل يعني الترجمة وفكر المدرب، دي اعتقد حاجة مش بسيطة ابدا. خلينا نرحب بدكتور عمرو محب، مترجم باتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي. وفي محاور كتيرة جدا حابين ان احنا نتكلم معاه فيها، كل ده هنعرفه ان شاء الله في خلال هذا الحوار. دكتور عمرو صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك، سعداء بوجود حضرتك معانا. ومن ناحية يعني ان في محاور على رأي نهاوند، ففي فعلا محاور كتير، وخصوصا ان يعني موقع حضرتك موقع في منتهى الأهمية، هو اللي فعلا بينقل فكر المدرب للاعبين والعكس، وبينقل وجهة نظر اللاعبين أو آرائهم أو استفساراتهم للمدرب. ناهيك بقى عن كونك شاهد على العصر بالمعنى الحرفي، مفيش حد ممكن يبقى حاضر الكواليس زي حضرتك. فعايزين في البداية نعرف منك فيما يتعلق بثلاث مدربين وثلاث أسماء دول، كارتيرون بعده فايدر بعده بيتسو موسيماني، رؤيتك لكل اسم من الثلاثة بحكم تواجدك معاه فترة وجوده في النادي الأهلي. طبعا انا سعيد موجود معاكم النهارده، وسعيد في قاعات النادي الاهلي بيتي، واللوكيشن الرائع اللي احنا فيه، كنت عارف ان المنظر حلو قوي كده. بص حضرتك، انا حاضر اقول طبعا رؤيتي، بس مش رؤيه فنيه، انا ماليش ان انا اتكلم في الحته الفنيه، انا راجل مش فني. انا اقدر اقول طريقه التعامل او اسلوب الشغل بحكم خبرتي في مجال، انا صحفي اصلا سنين طويله. هو يعني بدءا من اول خالص جيرار جيليا، مش ده بعيد، كان زمن مختلف، فما اقدرش اقارنه بالثلاثه اللي هم ورا بعض، اللي هم كارتيرون وفايلر وموسيماني. كارتيرون كان الحته النفسيه عنده عاليه قوي، كان بيعرف يشحن لعيبه نفسيا وبيعرف يقومهم، حتى لو في مشكله في مثلا بعد هزيمه لعيب تلعب كويس، بيعرف ازاي الحته النفسيه بيشتغل عليها كويس. فنياته مش عاليه قوي زي فايلر. فايلر الحته الفنيه عنده اعلى من كارتيرون، بس الجانب النفسي عنده مش غائب شويه، يعني حتى مش ما بيعرفش، مثلا في لعيب مش كويس ما بيعرفش يتكلم معاه، لعيب مثلا عنده مشكله ما بيعرفش يتكلم، الحته نفسيا ما بيعرفش يعملها كويس، ودي سببت له مشاكل يعني حتى في الفتره الاخيره، ملحوظه في الفتره الاخيره من توالي مع اللعيبه، مثلا مع اللي عنده مشاكل. موسيماني بقى عنده الاثنين، يعني عنده الحته الفنيه كويسه جدا، الراجل مجتهد جدا ومشتغل وبيذاكر كويس جدا اي فرقه بنلعب معاها. احنا فوجئنا لما جالنا مصر، يعني اول اجتماع لينا خالص قال، قعد يتكلم عمرو السوليه انت بتعمل كذا بتعمل كذا، مروان انت عملت كذا، انت احمد فتحي انت حافظ مذاكر وعنده فريق عمل بيشتغل معاه، بيشتغل بشغل يعني شغل التيم ورك، ما بيشتغلش لوحده اكتر، يعني بيشتغل بيعتمد على محلل الاداء اللي معاه وعلى المعد البدني، طبعا كابتن سامي قمصان دور كبير جدا معاه ومع كل فريق العمل. والحته النفسيه جنب الحته الفنيه بيعملها كويس قوي، يعني بيعرف يتكلم ازاي، ويعرف يستثير مشاعرهم، بيعرف ازاي بيحط حته انت يتجهم وانت يبتسم. بالظبط، وبيعرف ازاي يتعامل مع لعيبه، وبيعرف يذاكر لعيبه كويس، بيعرف يعني سيكولوجيه كل لعيب ايه وبيجيله من ناحيته، يعني اللعيب اللي بيحتاج تحميس اكتر، في لعيبه ما بتحبش تبقى في اوفرلود تحميل نفسي قبل المباراه، بيعرف يعمل ده، هو يعني شاطر. هو ده واضح في الملعب، يعني واضح على اللعيبه بشكل كبير جدا، لان الجزء النفسي دايما بنتكلم ان هو جزء في غايه الاهميه، وبيأثر كمان على اداء اللعيبه، وده يمكن بيفرق كمان اداء اللاعب من مدير فني لمدير فني، يمكن لاحظناه في الفتره الاخيره. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل موسيماني اكتر، انا حابه اعرف عن دكتور عمرو اكتر، يعني من سنه 99 حضرتك تقريبا بتشتغل لمترجم، صح كده؟ انا قبلها انت صحفي في الاهرام الفرنساوي اصلا. التجربه اصلا جت ازاي يعني، وبعد كم لغه حضرتك برده بتجيبها؟ طيب هو مبدئيا اصلا دخولي للترجمه جت بصدفه محضه، يعني انا كنت اشتغلت في الاتحاد الافريقي، كنت في الفيفا طبق في الاول، كان في الاهرام فرنساوي، وجت فرصه اشتغلت في الاتحاد الافريقي، كان الاستاذ حسن مستوي كان كلمني، كان وقتها كان الاستاذ مصطفى فهمي، باشمهندس مصطفى فهمي كان السكرتير العام للاتحاد، وطلب حد وكان قرا مقال كنت كاتبه في الاهرام ابدو، فعجبه فقال له انا عايز الراجل اللي يجي يشتغل معانا في الاعلام. اشتغلت، واول ما اشتغلت مع فيكن جيزمجين، ده وكان مدير الاعلام. طبعا فيكن ده مدرسه لوحده، يعني راجل خبرات كبيره جدا، فاشتغلت معاه، كنت الاسيستنت بتاعه، واشتغلت معاه فتره. بعد كده كان جه موضوع تعيين في الاهرام، ما كانش ينفع اشتغل في الاثنين، فسبت الاتحاد الافريقي وكملت في الاهرام. بعد كده اشتغلت في بطولات بقى كاس العالم للهاندبول 99، وقبلها كاس العالم للناشئين في مصر، كلها ميديا، الى ان جت فرصه المنتخب 99، كان كابتن جوهر الله يرحمه، كان خسرنا في كاس القارات، وجاب مدرب فرنساوي، ولقيت حد من الاتحاد بيكلمني بيقول لي طب تعالى اقدم، ما كانش في دماغي خالص بقى، فروحت قدمت وكان في حتى كذا اختبار انا فاكر، وكنت بطلع الاول لغايه في الاخر، بعد كده قالوا لا شكرا في حد من الاتحاد هيشتغل، فخلاص رجعت اشتغل تاني. عرفت ان هو ما وفقش قوي، حصل مشكله في مباراه،
فاستدعونا تاني وعملوا اختبارات تاني وبرضه يعني ربنا وفقني ونجحت ويعني خدوني وبدات. طبعا لقيت نفسي من اللعيبه اللي كنت بالنسبه لي مصدر اروح امسك الكاسيت واسجل معاهم زمان بقيت معاهم. فالصحفي طبعا دي كفايتني حكيتنا عندي خلفيه رياضيه اعرف ازاي اعمل تحليل مباريات اعرف ازاي طريقه اللعب فادتني شويه بس دي كانت هي فتره شغلي مع جورجي هي اكتر فتره استفدت فيها لان كنت لسه جاي صحفي ما كانش عندي ما كنتش مدرب طبعا ما عنديش فكره عن تدريب فجيري كان بيعمل لي سيشنز مع نفسي يقعد معايا يفهمني ازاي مثلا 4 4 2 العب ازاي زمان كان في ليبرو بيتحرك ازاي يعني اساسا لما يجي يتكلم انا فاهم لان جيري كان خاص شويه ما كانش بيعرف لا انجليزي ولا عربي يعني درجه مثلا كان في اوتيل ينزل مثلا عايز اطلب حاجه من الريسبشن كان بيصحيني عشان انزل ما بيعرفش يتكلم خالص فكنت انا لسانه فكان لازم افهم هو بيتكلم ازاي. كان معاه البير ايمون كان المساعد بتاعه كان معد بدني كان هما الاثنين نفس الموضوع. فالفتره دي خرجت منها يمكن اعتبر انا الكسبان الوحيد من الفتره دي. الفتره دي كنا ابطال افريقيا قبلها في 98 في 2000 احنا طلعنا خامس وتم اقالته وكان فتره يعني سيئه بكل الجوانب. انا الوحيد كنت مستفيد الكسبان الاكبر لان خرجت عندي خبرات عندي عرفت اللعيبه بشكل شخصي وعرفت الاجواء شكلها ايه. بعدها بفتره بسيطه اشتغلت في الفيفا كنت بشتغل معاهم بارت تايم واشتغلت فول تايم معاهم. حضرتك عارف الفيفا في سويسرا ما ينفعش يديروا العالم من هناك لازم يبقى ليهم زي مكاتب اقليميه. فالقاره الافريقيه متقسمه لاربع مكاتب او كانت متقسمه لان الخريطه اتغيرت بعد ما جه انفانتينو مع بلاتر كانت متقسمه لاربع اماكن وكان في مكتب في القاهره بيدير الدول شمال وشرق افريقيا. كان دكتور طه اسماعيل هو مدير المكتب وانا جيت مساعد ليه مساعد فني. قعدنا كتير حوالي 13 سنه تقريبا. وطبعا يعني كان في سفريات كل سنه بنسافر الدول كلها دول المنطقه كلها وبنشتغل ديفلوبمنت بنشتغل تطوير كره القدم وبرامج تدريب فطبعا دي كانت تجربه سريه جدا بالنسبه لي. عرفت المدربين السفريات لوحده برضو من البنود اللي لازم نتوقف عندها ولو للحظات ونعرف من حضرتك كواليس اللاعبين سواء حتى في السفريات خارج مصر او حتى فيما يتعلق بالفتره الاخيره حصول النادي الاهلي على كاس مصر وعلى دوري ابطال افريقيا كواليس اللاعبين عامله ازاي شامله الصفات الشخصيه والفروقات الفرديه بين كل واحد فيهم والتاني يعني مين الاكثر صخبا مين الاكثر هدوءا مين الاكثر تركيزا يعني ادينا كده خلفيه بسيطه. هو وحضرتك عارف انا ما عنديش خبرات في الانديه غير في النادي الاهلي بس مع المنتخب لما بقارن الاجواء بين اللاعبين المنتخب والنادي الاهلي. النادي الاهلي بتحس ان هم اسره بتحس انها عيله تحس ان هم قرايب تحس اي حد بيجي حتى لعيب جديد ما بتحسش انه جديد بيدخل على طول بيندمج بسرعه هو. طبعا اكثر صاحبا سعد سمير مفيش كلام يعني هو بيدي روح دايما سعد سمير في الجيل ده يمكن قبل كده كان في بركات برضو يعني هم الاثنين مع بعض كانوا عاملين انا كنت في المنتخب لما كنت في المنتخب انا كان مدير الكوره طبعا المدرب العام مع كارتيرون كان كابتن محمد يوسف ودلوقتي مدير الكوره كابتن سيد الحفيظ والاثنين كانوا معايا لاعبين لما كنت انا مترجم في المنتخب مع جورجيا يعني بالمصادفه يعني كانوا هم لاعبين وانا كنت مترجم للمدير الفني وقتها. كابتن محمد يوسف كان بيلعب دور بركات وقتها يعني هو يعني بيخلق جو كده من البهجه وكان ليه حضور كده وكان الناس بتحب يكون موجود يعني. كابتن محمد يوسف جيل قديم لكن دلوقتي طبعا هو كابتن سعد سمير ملوش منافس. كهربا بيدي جو حلو كده علاقتك باللعيبه يعني اعتقد ممكن يكون فيها بوند اكتر من كمان علاقتهم باي مدير فني بيجي. هل الموضوع ده انا ما كانش ينفع انجح غير ما يكون لعيبه علاقتي بيهم كويسه يعني هو اللعيبه نجحوني احد عوامل نجاحي هو اللاعبين لان ساعات كتيره المدير الفني بيكلفني اوصل رساله للعيب ممكن تكون رساله مش كويسه لو اللعيب مش حاببني مش هياخدها مني بصدر رحب. فبالعكس انا بحس ان هم ساعات كتيره جدا بيبقوا معايا يعني ما بحسش ان انا غايب عنهم بحس كاني انا طالع معاهم يعني هم طالعين مع بعض من هم صغيرين انا حاسس ان انا معاهم بقالي سنين طويله. هم زي ما قلت حضرتك بيحتضنوا اي حد جاي جديد اكيد يعني واحد اهم اسباب نجاحي في يعني الفتره اللي اشتغلت فيها مع النادي الاهلي هو اللاعبين علاقتي باللاعبين. بالمناسبه دكتور عمرو هل يعني سواء من منطلق الاحترافيه او من باب الامانه المهنيه حضرتك دورك ان انت وسيط ما بين المدرب وبين اللاعبين هل لما تكون الاجواء العامه مشدوده او ان في اجواء متكهربه كده زي ما بيقولوا هل بتنقل كل اللي بيطلع من بوق المدير الفني للاعبين بحذافيره والعكس ولا في بعض ولا في الاحيان بتعمل دور رقابي
عشان تحافظ على مشاعر الطرف الثاني، هل اضطريت لكده في الرساله؟ الرساله لازم توصل، المسج لازم توصل. توصل ازاي؟ نفس الكلام يعني، ممكن اقول لك صباح الخير بزعيق، ممكن اقول لك صباح الخير بابتسامه، ممكن اقول لك صباح الخير يعني، ممكن اوصل تعبيرات الوجه. انا بكلمك بس على حد برضه طرف من الاثنين، بس الرساله لازم اوصل. الراجل عايز يقول حاجه لازم اقولها كل بس لو فيها حاجه يعني، لو فيها، لانه حضرتك عارف الفرنساوي والانجليزي ساعات تستخدم بعض المفردات اللي بتعتبر لو ترجمتها حرفي تعتبر شتيمه، او تعتبر مثلا مش كويسه، ما ينفعش ترجمها حرفي. هنا بقى المفروض تيجي خبرتك، انك فاهم ايه اللي المفروض تقوله. اهم حاجه الرساله توصل، اهم حاجه تقولها له. ممكن تبقى عندك المشكله دي معكوسه لما تيجي تنقل الكلام من المصري، من اللهجه المصريه لاي لغه ثانيه عموما، لان احنا متفردين بشويه كلمات لا موجوده في قاموس ولا حد يفهمها غيرنا. لا، ونفس الساعات برضو العيب بيبقى طالب عايز يقعد يتكلم مع المدير الفني، وبيبقى منفعل، مش بوصلش للمنفعل، بقول له فلان عايز يقعد معاك. هي مش رقابي قوي، بس بقدر الامكان بتحاول تفلتر، بتوصل المسج، بتوصل الرساله من غير ما تعمل تلخبط الاجواء يعني، ما تعمل. طب هل لازم يكون المترجم بقى، ده سؤال انا نفسي عايز اعرفه يعني، لازم يكون مترجم عنده حته الفنيات دي عاليه، او يعني بيفهم فيها كويس علشان يقدر يوصل المعلومه مظبوط، ولا ملاش علاقه؟ لا طبعا، المترجم زي مترجم السياسه لازم يبقى فاهم مصطلحات سياسيه، مترجم الترمينولوجيز يعني الطبي مش عارف مصطلحات طبيه، مش عارف اترجم. فلازم يبقى عنده فكره. انا ساعدني ان انا اصلا صحفي رياضي اصلا، واشتغلت في الفيفا، فده ساعدني شويه او خلاني. طبعا اي حد بيترجم بس بيترجم صح، او بيترجم بالطريقه الكويسه ولا لا، ده ما يبانش غير بعد مع الوقت يعني. في مترجمين بييجوا وبيشتغلوا، وبعد فتره بيتم استبدالهم، او بيحس المدرب بس بيستغنى عن خدماتهم عشان بيحس المعنى مش واصل. والمعنى مش معنى بس معنى فني، برضو معنى ازاي التعايش، لان برضو الموضوع مش سهل. صح. انت بتنزل الملعب، الناس بتشوف الجانب بس بتاع المؤتمر الصحفي والمؤتمر اللي هو عليك في الماتشات، لا ده في الكواليس اهم ورا، ان في اوضه اللبس، اجتماعاتك مع اللاعبين، اجتماعاتك التمرين، المفروض اصلا ازاي تحافظ على التون بتاع الراجل اللي بيزعق مثلا، بيقول حاجه معايا بنفس التون، تجري يعني في ظله بتجري، ده يمكن ده هتشوف انا خسيت ازاي اصلا، انا بتمرن معاهم كل يوم. لا، بتتحرك معاهم، ده لازم حد يكون دي خبرات، دي بتيجي بالخبرات. مش كل المترجمين بيعملوا كده، بس ده الصح كده. احنا عايزين حضرتك تفتكر معانا موقف لطيف ما يتنسيش، وموقف صعب ما يتنسيش مريت بيهم مع النادي الاهلي، في بطوله، في مباراه، في كواليس، في تحضير. موقف غريب ما يتنسيش، الكارت الاحمر اللي اخدته. انا اول مترجم ياخد كارت احمر، دي مش جديده دي، انا لغايه دلوقتي مش عارف ليه يعني. كان حكم لا كان ممكن فاهمها لنا دي ازاي اصلا حصل؟ كان ماتش هنا في مصر، كان وقت فايبر، والحكم كان جاي بيتلكك اصلا، كان الحكم جاي مشحون مش عارفين مشكلته ايه، وكان في اكتر من ضربه جزاء ما صفرهاش الشوط الاولاني. اوكي. فبين الشوطين كابتن سيد نازل بيقول له يعني دي ضربه جزاء، فذهب لان جاي وراه، هو الراجل بيتكلم انجلش، فكابتن سيد اتكلم معاه انجليزي، ما احتاجنيش حتى اترجم. اوكي. فلقيته راح مديني انذار انا، فبصيت له كده، حتى الكاميرا جايه واقفك قدام وشه السعيد. انا مش والله، انا ورا كابتن سيد انا. بعد كده اطلعوا بره، فطلع بره راح مديه كارت احمر. فجه بعد كده المراقب اعتذر يعني، قال لك هو اقتطعت عليه الامر، بس وقفوك ماتشين ولا ايه بدون ترجمه؟ ما ينفعش كده، ما توقفتش. بس الموقف كان غريب يعني، هو غريب طبعًا. جدا طبعا. طيب عايزه اعرف موقف حاجه، الموقف الصعب طبعا، واصعب موقف على الاطلاق مش ممكن انساه ابدا، خسارتنا لكاس افريقيا مع الترجي 3-0، ده كان يمكن ده ممكن اصعب موقف حياتي يعني، انا بصنف ده من ناحيه ايه؟ نعم، من ناحيه ايه؟ صح، رحت كسبان في مصر 3-1 وبتلعب النهائي، وبنسبه كبيره هتكسب بطوله افريقيا، بتخسر 3-0، بتخسر نهائي كاس افريقيا، وبترجع يعني وفتح شعب كام بتاع جماهيرك كلها. لا ده غير الخساره طبعا، ده شيء. بتكلم على الخساره، بتكلم على الخساره نفسها، مش اللي هو باتسو بنجن، ده اكتر اسوء ذكرى في حياتي. تمام، بشكل عام مش في الرياضه بس يعني. جه بعد كده خسرنا بطوله عربيه، والمدرب مشي، اتعادلنا يعني، وتم اقصائنا يعني، خرجنا. بس بيبقى هزيمه تونس دي اسوء هزيمه، لان احنا كان عندنا امال، وكانت فرقه كويسه، بس يعني مش هنخش في تفاصيل بقى الهزيمه ايه بالظبط، بس هو القرارات اتخذت الاتحاد الافريقي قبلها وكده، وكانت صعبت مهمتنا، وايقاف وليد ازار وكده، وكانت اجواء مشحونه جدا جدا، كنا حاسين ان احنا بنحارب هناك مش بنلعب، وللاسف خسرنا الكاس. تمام يعني، بس بنعوض. الحمد لله. كل حضراتكم من جديد، عوده ل10 الصبح في الاهلي، وعوده لضيفنا العزيز الدكتور عمرو محب، المترجم الخاص بالمدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني،
واثناء الفاصل كان بيتكلم معايا انا ونهاوند وعرفنا من او افتكر بعباره ادق افتكر برضو موقف من المواقف اللي ما تتنسيش بالنسبه له في مؤتمر صحفي لما صوته راح. ايه اللي حصل بقى؟ انا زي ما قلت حياتك مع جيرار جيلي ما كانش بيتكلم لا انجليزي ولا عربي، ما فيش اي لغه تواصل غير من خلالي، ما كانش حد بيتكلم فرنساوي في الفريق يعني. فكنا مسافرين عندها ماتش في كوت ديفوار، كان ماتش مهم، كان ماتش اعداد قبل بطوله افريقيا على طول ساعه كان 99. وانا في الطياره جالي برد وصوتي راح خالص، والجهاز الطبي كله اشتغل عليا عشان يرجع لي صوتي. انا المفروض بتكلم معاهم لا محاضره المباراه اتعملت ولا التمرين ولا اي حاجه، مفيش صوت خالص. ولغايه لما صوتي طلع رفيع كده قدرت اشتغل بيه بس في التمرين يعني. مسافه المؤتمر طول الطياره ليمون وفيتامين سي وحياتي عشان صوتي. ويعني قبل المنزل الملعب على طول، قبل التمرين على طول صوتي بدا يرجع كده بسيط. الحمد لله عود احد حشاور. طب ايه تاني ممكن تحكيه لنا مثلا، بس خاص بقى بعلاقتك باللعيبه تحديدا يعني؟ هل مثلا ممكن يكون في اوقات حد نفسيا مش تمام بتحاول تتكلم معاه حتى غير فكره ان المدير الفني هو اللي يكون بيوصله يعني، بيبقى فيه اللي هو النوع من الكونفرسيشن المحادثه دي؟ انت بتحس يا دكتور اوقات انك ليك دور برضو في الجزء النفسي ان انت تتكلم على اللعيبه ولا؟ انا راجل بروفيشنال، انا الحته بتاعتي الجزئيه بتاعت حضرتك بس خلاص. دي نقطه مهمه، مش بس بقى مترجم، انا بدرس ترجمه عندي، فانا عارف ايه. طب وعلى الناحيه الشخصيه حتى لو مش وقت التدريب كويسه جدا باللعيبه كلها تقريبا، في لعيبه قريبين جدا مني يعني كابتن وليد سليمان، كابتن الشناوي، في لعيبه قريبين يعني علاقتي بيهم شخصيه كويسه جدا، لو في مناسبات بيزوروني يعني علاقتي بيهم كويسه جدا. يعني الشق الشخصي ممكن يبقى موجود بس مش وقت التدريب او وقت ما ينفعش ممكن يجي يتكلم معايا، بس لازم انا برضو براعي ان في الاخر بيتكلم معايا انا مترجم المدير الفني يعني. بره بنتكلم زي ما احنا عايزين. حتى لو اضطريت تقول يعني ما معناه يعني كده بالبلدي كلمه طيبه، لو دي هتقرب وجهات نظر الراجل بيحبك. لا ما تعيش وهو بيشد عليك، اوكي دي دي ما دي يعني اوكي يعني. لكن مش معناه ان ما اقولوش مثلا حاجه مش مظبوطه او اقول له حاجه او من الدنيا او الحاجات دي خالص يعني. المفروض انا ليا الحته بتاعتي ما اطلعش منها. طبعا. نجاح المترجم ان هو يبقى مش موجود، المترجم ما يبقاش موجود. يعني الجمله دي قويه جدا، نجاح المترجم ان هو يبقى مش موجود. زي المترجم ده بيعتبر زي سواق لغه يعني، حتى السواق شاطر ما بتحسش، حاسس انه راكب عربيه ما بتحسش بمطبات، انت المفروض ما تحسش بمطبات في الترجمه. هو ده بيتكلم كان ما فيش حد، ما فيش صله بين الراجل وال يعني. على فكره بنقول كلمه راجل دي عادي على المدير الفني، دي مش تقليل منها، بين المدير الفني واللاعبين. حضرتك يا دكتور عمرو ولسه عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها صراحه، بس ممكن نذكر امبارح بقى التكريمات اللي كانت يعني زي السيول امبارح. ما شاء الله النادي الاهلي حصل امبارح على تكريمات عديده جدا يعني، بدايه كمان من افضل نادي، افضل رئيس نادي، افضل نادي في ما يختص يعني بالانشاءات، كمان لعيبه كتيره جدا اتكرموا من عندنا و و و الى اخره. حقيقي الواحد كان فخور امبارح وهو بيسلم الجوائز. يمكن دي الصوره اللي كنت بقول لحضراتكم عليها امبارح في نهايه التكريمات، طلبوا الاستاذ احمد الهواري، طلب من كل الفريق خاص بالنادي الاهلي سواء اداره فنيه او مجلس الاداره، وانا كنت واقفه يعني كان مشهد جميل جدا. كان معانا برضو كابتن احمد شوبير وشغلوا لنا اغنيه الاهلي امبارح، كان مشهد اكتر من رائع. القاعه كلها كانت بتسقف، الناس كلها كانت بتغني مع الاغنيه بتاعه الاهلي، مشهد حقيقي الواحد كان فخور بيه امبارح، فحاجه كانت جميله بالامس. هو حضرتك بصي، هو سهل انك تحققي نجاح بس صعب انك تحافظي عليه. نبقى للسنه الثانيه على التوالي افضل نادي في مصر وافضل رئيس نادي، وهذا اقف عند افضل رئيس نادي كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ليه دور كبير جدا في كل الانجازات اللي بنعملها احنا كفريق كوره، على طول سبورتنج لينا، موجود معانا وبيساندنا، وعلى طول موجود معانا في المعسكرات، وعلى طول معانا بيجي يتكلم مع اللاعبين ويحمسهم، وعلى اتصال دائم بالجهاز الفني مع موسيماني وقبل منه مع فايلر. يعني ليه دور كبير جدا لما تحس ان رئيس المنظومه كلها، مدير المنظومه اللي بيدير النادي الاهلي في ظهرك ومعاك وبيأيدك وبيشجعك وبيحمسك في اللحظات الصعبه قبل لحظات النجاح دي، بتبقى حاجه كبيره جدا للاعبين. تلاقي حد يعني اسطوره، كابتن محمود الخطيب لما جه موسيماني كان فرحان ان هيقابله اصلا يعني، هيقعد يتكلم معاه ويتكلم معانا. انا سعيد انه اقعد مع يعني حد زي محمود الخطيب، الكره الذهبيه 83 واحد اساطير كره القدم في افريقيا. لما ينجح في الدور الاداري بالشكل ده، والنهارده احنا ثلاث القاب وان شاء الله نحقق خمسه، فده نجاح للنادي الاهلي كله. وطبعا انا لازم برضو بشكر تاني كابتن محمود الخطيب، ليه دور كبير جدا جدا في الانجاز اللي احنا بنعمله ده عشان مسانده مجلس الاداره والدعم اللي بيحصل.
جميل. احنا بنضم اكيد سلطان صوتك في تحياتك لكابتن ديبو، طبعا اسطوره من اساطير كره القدم على الصعيد العالمي الحقيقه، يعني مش بس على الصعيد المصري. طيب انا عايز اسال حضرتك على حاجه تخص صميم عملك، لان يمكن مش كل الناس ممكن تبقى عارفه الفرق ده، في حال وجود فرق ما بين الترجمه عموما والترجمه الفوريه. هو الترجمه طبعا انواع، بس الترجمه احنا بنستخدمها اكتر في شغلنا في الترجمه الفوريه اللي هي بتبقى وقت المؤتمرات، وقت الاجتماعات الماتشات اللي هو بتكلم معاه، لان ما بقاش في وقت يعني بين الشوطين مثلا هو خمس دقايق اللي هتكلم فيه، فبتكلم في نفسه. طبعا دي ليها مهارات معينه انك تسمع وتتكلم في نفس الوقت وتختار، يعني ليها مهارات معينه. والترجمه التطوعيه اللي هي بيبقى في المؤتمرات الصحفيه بتسمع الجمله وبعد كده بترجمها بعد كده. يعني ودي مش شرط، يعني الفوريه طبعا كلمه بكلمه لازم كان جهاز بيترجم. طب ما فيش مره مصطلح طار منك معنى راح لا هي من دماغك؟ بيحصل. بص هي النقطه، انا بعد الامر ما يخلاش يعني. نفسي انا 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 زوجتي دكتوره في ترجمه فوريه، فبرجع البيت زي لعيب الكوره بيرجع يقول لي لعبت كويس ولا لا، ارجع ولا ايه رايك عملت، تقول لي اه برافو عليك الكلمه دي كويسه، لان كل كلمه ليها مرادفات، انك تختار الكلمه الصح في جزء من الثانيه دي مش سهل. التتابعيه بتاعت المؤتمر اسهل، يمكن التتابعيه ممكن بعض الناس يقول لك يا الراجل ده نسي يقول الكلمه دي، لا انت مش لازم تقول كلمه، لان هو ده مش نص يعني، انت بتاخد المعنى. بس يعني بيحضرني دايما فعل وسرعه بديهه غير طبيعيه. ده شغلك بقى، ده شغلك زي لعيب الكوره بياخد قرار من الثانيه للشوط. الممارسه بتحسن الممارسه طبعا، وبتشتغل على نفسك، بتشتغل على نفسك وبتكون طبعا دارس. يعني الترجمه دي مش اي حد بيعرف لغه بيعرف يترجم، مش اي حد يا اما كان اي حد يترجم. فهي النقطه دي مهاره المفروض انت بتكتسبها من الشغل، ويكون عندك اصلا، يكون عندك الموهبه تعرف تعمل ده. فالترجمه المؤتمرات دي تتابعيه، بتسمع الباراجراف او اجابه السؤال وبتجاوب. ساعات مثلا موسيماني بيحب ما يطولش، يعني هو بيحب دايما يبقى جمله ويستنى، هو بيفكر ويديه فرصه اترجم. وفي ناس بتحب تاخد فتره اطول يعني تسترسل فيه. فايلر كان بيقعد ممكن يتكلم الباراجراف كامل، بترتبه جوه دماغك وبترجمه، ومش لازم تقوله كله، يعني مش لازم يعني. دايما بيحضرني دايما اول مره، اول مؤتمر ليا مع كارتيرون، اول مؤتمر ليا كارتيرون كان اول سؤال سأل قال انا سعيد، انا راجل سعيد، انا النهارده انا راجل سعيد، انا لو ترجمت قلت انا سعيد يبقى مش مظبوط. انت بتوصل المعنى، فدايما بتاخد المعنى وبتوصلها تتابعيه. لكن الفوري ده فوري، يعني زي ما بيقول يعني لو غلط تغلط، يعني ساعات كتيره جدا مثلا يغلط مثلا يقول اسم لعيب بدل لعيب بقوله زي ما انا، ماليش دعوه، انا ماشين، انا جاهز زي ما بيقول لي انا بطلع. ساعات بتقول له بتلفت نظره، بس انت المفروض زي ما بيقول لك زي ما بتقول. صحيح، واخدها من ناحيه بروفيشنال جدا، يعني مجرد اللي بيتقال لازم يتنقل زي ما هو، لازم على الاقل المعنى. ساعات طبعا ما فيش حد ما بيخطاش، يعني هو ممكن بيغلط في اسم او حاجه. طبعا كلنا هو بس بوسكيت يعني. موسيماني ان الانجليزي لغته الثانيه، فالانجليزي بتاعه برضه مش بيرفكت قوي يعني، فساعات برضه ايه بقى فيها لخبطه. هو حضرتك كمان عندك قدره يعني الاكسنت المختلفه بتترجمها، يعني يمكن امبارح ولما كان يعني كوتش موسيماني بيلقي الكلمه بعد التكريم، هو اتكلم باللغه الانجليزيه، لكن انا اقول لحضرتك انا ما فهمتش يعني، لان الاكسنت كانت افريقيه. فبس حضرتك ترجمتها على طول. شغلي برضه عرفت بقى خلاص. هو يمكن صعوبه الفتره دي ان انا بترجم انجليزي الموسيماني والثلاث مساعدين بتوعه، وبترجم فرنساوي لمايكل مدرب حراسه المرمى والديانج وكان بادجي قبل ما يمشي، فانت بتترجم لسبعه، ثلاثه فرنساوي واربعه انجليزي في نفس الفريق، وطبعا عربي للاعبين. فهي دي ساعات نفسها غصب عنك بتترجم، مثلا قبل الماتش الموسيماني بيتكلم مثلا مع ديانج ومع مثلا مع حمدي فتحي، فبالتالي بتترجم بتتكلم يعني بتقول له انجليزي، بتوصله انجليزي وبتقول مرة فرنساوي لده وبتقول. فهي دي يمكن. طيب بس الحمد لله نجح فيها. نروح معاك لملف تاني، انا مش عارف انت لاقي له وقت منين الحقيقه. فكره ان انت بتحاضر يعني في الفيفا. انا محاضر اداره واعلام في الفيفا، انا محاضر اداره ومحاضر اعلام. انا الكورس ده كنت بفكر ان لا ده غير الكورس، ده غير الكورس. الكورس ده حاجه اللي هو في جامعه القاهره. ده سبورت مانجر، ده بروجرام برضه فيه تقريبا. لا انا محاضر اصلا في الفيفا، وده بروجرام، يعني يمكن بروجرام حتى ممكن نقوله في ايجاز بسرعه، ان من فتره يعني وقت ما حصل وقت بطوله كاس العالم كوريا واليابان كان حصل مشاكل اداريه جامده جدا. وقتها الفيفا اتاكدت ان لازم يبقى في زي ما بيدوا دورات للحكام وللمدربين، لازم يبقى في دورات للاداريين ازاي يديروا ايفنتات رياضيه. فالفيفا ما هياش جامعه، ما ينفعش تدي شهاده، فتعاقدت مع جامعه نيو شاتل في سويسرا، وهناك في تحديدا مركز اسمه مركز الدولي للدراسات الرياضيه، سونتر انترناسيونال دو سبور سي اي اس. السي اي اس دول تو ديليفر، اللي هو يدوا الشهاده او يعملوا بروجرام مع بعض مع الفيفا،
وعملوا حاجه اسمها الفيفا ماسترز، عملوا ماجستير الفيفا ان تروح تقعد بره 9 شهور، 3 اشهر في ايطاليا، 3 اشهر في انجلترا، 3 اشهر في سويسرا. ده اللي شغالين في مجال الرياضه. عشان تسيب حياتك الفتره دي وبرضه غالي حوالي 60,000 يورو، وانك يعني هما كام واحد من العالم كله، فكان صعب، كان في طلب كبير. فعملوا نموذج مصغر منه في كل في دوله من كل منطقه عشان تغطي المنطقه. فاختاروا جامعه القاهره، طبعا احد اعرق الجامعات لما يكون اعرقها يعني في افريقيا كلها، انها بتغطي يعني لغايه نص افريقيا والوطن العربي. وفي جامعه ثانيه في السنغال، وجامعه في جنوب افريقيا. جامعه القاهره يمكن الادفانتج اللي فيها، الامتياز اللي فيها ان هي انجليزي وعربي، ممكن تدرس بانجليزي وبالعربي، والسنه دي في فرنساوي، فالجامعه الوحيده في العالم اللي 3 لغات ممكن تدرس فيها. البرنامج عباره عن ايه؟ البرنامج ده بيجيب لك كل الاداريين اللي بيجوا من السعوديه، من الامارات، من كل الدول. فما ينفعش هيقعد سنه كامله، فمعموله بلوكس، فترات دراسيه، كل فتره حوالي 14 يوم على 3 فترات. كل فتره بتدرس محورين من محاور الاداره الرياضيه، بيديك اهم 6 محاور في الاداره الرياضيه اللي بيها ممكن تشتغل كاداره رياضيه تبقى راجل فاهم. وبيوديك اخر ما توصل ليه العلم في ال6 محاور دول. وبيجي لك محاضرين من فيفا من بره اجانب، ومحاضرين من مصر بيعملوا حاجات يعني يعني موازيه للبرامج للمحاور دي. فالبرنامج طبعا كتير قوي اتخرجوا منه. الدكتور راضي علواني مثلا عندنا كانت من الدفعه الاولانيه، النادي الاهلي طبعا نادي اي سباق، فبياخد دايما الكوادر من الناس المتخرجين. امير توفيق، يعني امير توفيق دايما بقول ما انساش ان في 2014 كان اتصل بيا، كان لسه بيلعب كوره، وكان خد رايي يا ترى اكمل، كان عنده وقتها عقد جاي له عرض من النادي يكمل، كان تقريبا اتفاق بين سويف او حاجه كده، ولا ياخد يعمل بروجرام. انا قلت له رايي، انا رايي يعني خلاص كوره كفايه كده واعمل بروجرام. وقد كان، واعتقد في خلال فتره بسيطه، هو طبعا هو تالنتد وعنده الموهبه، من الاهلي لشركه ثانيه لمدير اعلام في النادي الاهلي، والنهارده مدير التسويق في النادي الاهلي، والنهارده شايفين انجازاته يعني. يعني لسه عندنا اسئله كتير والله، بس للاسف الوقت بيكون يعني ليميتد. بس دكتور عمرو والله احنا تشرفنا بحضرتك حقيقي، والنادي متشرف بيك، يعني دور كبير حضرتك بتقوم بيه، ولو حتى يمكن الناس او بعض الناس مش ممكن مش واصل لها ده، بس حضرتك دورك اساسي. فبجد توفيق ان شاء الله دايما مع الفريق باذن الله. نورتنا وشرفتنا، وبنتمنى لحضرتك كل توفيق ان شاء الله.